بيكم في الجناح المصري بمعرض اكسبو 2020 دبي. جناح مبهر فعلا يخلي الواحد يبقى فخور قد ايه بانه مصري بجد. من اكبر الاجنحة اللي موجودة هنا في معرض اكسبو الحضارة المصرية العظيمة بتعرض هنا في معرض اكسبو. حقيقي جناح مبهر مبهر جدا. احنا لسه داخلين الجناح دلوقتي. دي شاشات عرض كبيرة بتعرض النبذة عن الحضارة المصرية القديمة. طبعا المعرض المصري بيشهد اقبال كبير جدا على العرض. عندنا بيتكلموا عن المتحف المصري الكبير وعندنا يونيك بيسز او قطع مميزة جدا من الحضارة المصرية. بجد لكم ان تفخروا انكم مصريين. شوفوا في عيون الزوار قد ايه منبهرين بالحضارة المصرية، قد ايه شايفين قد ايه الحضارة المصرية عظيمة. زحمة جدا على فكرة في الجناح المصري، وبالحجز الجناح المصري الوحيد هو جناح دولة الامارات ومجموعة من الدول القليلة جدا اللي لازم علشان تدخل لازم تحجز حجز خاص للجناح المصري غير حجزك لبقية القاعات او المعارض، علشان نظرا للزحام الشديد جدا اللي بيكون موجود في المعرض المصري. طبعا انتوا شايفين قد ايه الزحام في المعرض المصري نظرا للحضارة المصرية العريقة اللي معروضة هنا واللي بتقدم بيها مصر كدولة عظيمة لها تاريخ عظيم حضارة 7000 سنة. عندنا قطع مميزة جدا اتفرج عليها ومنبهر حقيقة منبهر بيها. اللغة الهيلوغريفية موجودة على كل الجدران تحاكي المتاحف. عندنا قطع مميزة جدا بتحاكي الحضارة المصرية العظيمة. الزوار منبهرين بيها حقيقي ومنبهرين بوجودها. دخلت معارض كتير جدا لدول كتير قوي النهاردة، بس حقيقي فخورة جدا فخورة قوي اني مصرية وفخورة قوي بالمعرض المصري. حقيقي مصر بتقدم صورة مشرفة جدا في معرض اكسبو